خديجة طورينو مسودية ياك مسودية مسودية ياك خديجة طورينو مسودية ياك ها مسودية مش كيفاش كيفاش مسودية اه مسودية آه كيفاش مسودية مسودية ياك ضربوني بخيري ياك ضربوني بخيري ضربوها بخيرها ضربوها بخيرها تبع معايا الفيديو برب العالمين اليوم تلقى قاصح تاخذوا من عندي اليوم القاصح الله يتعاد تاخذوا من عندي اليوم القاصح ديال بصح الله يتلقى قاصح بالله العاصير الله يتلقى العاصير خوتي خواتاتي الزوينين الناس الدريات الزوينين الدراري الزوينين دير معايا الجيم مع مول السلوك الا ما كاينش مستحيل باش نكونوا واقعيين خوتي خواتاتي شكرا لكم على الجيم شكرا على البارطاج الدريات الزوينات والدراري الزوينين شكرا لكم بزاف تحياتي لكم كنبغيكم من كل قلب ولكن الناس الحاقدين اليوم اخوتي والله تقاصح ديال بصح ديال بصح عصير عصير كلمات وحشيان كلمات نيه ديال بصح حيت علاش الناس ما كتستاهلش الناس والله ما كتستاهل بالله قسمي لك احلف لك نحلف لك برب العالمين فهمتي اللي خالق الدنيا والدين الى هاد الناس ما كيستاهلوش فهمتي هاد الناس انا شوف انا ما بغيتش نسب فهمتي ما بغيتش انا نسب ولكن القاصح مزيان احسن من السبان خوتي خواتاتي الكرام انا جيت بقات فيا طورينو خديجة على واحد الفيديو دارت واحد الفيديو اليوم دارت واحد الفيديو على قبل شي ناس هنا في المغرب هنا سمعت من عندهم شي اوديوات قالت هي خديجة طورينو سمعت من عندهم شي اوديوات المهم سمعت من عندهم الحقيقه شي ناس راك تعرف مزيان وراك تجي عندهم فهمتي انا ما بغيتش نسمي فهمتي فهمت كيف حيت انا ما يحصلش ليا الشرف نسمي هاد الناس ما يحصلش ليا انا الشرف فهمتي فهمتي كيف انا ما يحصلش ليا انا الشرف باش نكون معاك واقعي انا ما يحصلش ليا الشرف نسميهم اجي بلاتي بلاتي يا بلاتي بلاتي يا واش خديجة طورينو خديجة واش دابا خديجة شتوها ملي مشات لفرنسا ياك شتوها ملي دازت من فرنسا لسويسرا عرفتوا عاد من مشات عرفتوا هاد الناس اللي مشات عندهم وهاد السيد اللي مشات عندهم عاد تسمعوا في الفيديو عند خرج بواحد الفيديو اخر انا اليوم كنت بنخرج على خديجة وعلى المسار اللي مشات فيه لفرنسا ومع السيد مع الحاج باش نكونوا واقعيين عرفتوا الحاج اللي مشات عنده لفرنسا كتعرفوه مزيان ياك عرفتوه ما عنده لا قناة لا والو عائلة محترمة لاباس عليها ياك عائلة محترمة فهمتي الناس طيبين الناس كتقلب على الجنة بغات تمشي ليها مالا نهار اليوم قبل غدا ما تعرف راسك فين واش هنا ولا لهي اي دقايق 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 ما تعرف راسك واش دقايق وحدة ما تعرف راسك واش هنا ولا لهي باش نجيكم من الاخر اجي بلاتي بلاتي ياه هذا هو خيري ياك وليتو كتضربو خديجة طورينو بخيرها ياك خيرها كتضربو خديجة طورينو بخيرها بلاتي انتوما دابا نيا اللي كتكبر بكم وكبرت بكم خديجة طورينو وحسباتكم بحال العائله ديالها وجات عندكم هنا للمغرب وكبرت بكم فهمتيني ومن بعد ختنا عاد خيتي راك فهمتي راه معروفه شكون هي انا صيفطت ليها شوف اخوتي شوف اقسم بالله الا هاد الناس الا حسيت بهم انا كنت غلط ولكن حسيت بهم هاد الناس غدارة حسيت بهم وان شاء الله لا الخلاص في الدنيا هنا قبل لهي اقسم بالله لا الخلاص هنا قبل لهي انا خليني من ديك القضيه نخرج في الفيديوهات ونبكي على الناس وندمع فهمتي نطيح الدموع ديال التماسيح للناس وسميتو حنت علاش لقات هي لقات الناس حنان ها كتخرج تبكي عليهم في الفيديوهات صافي كتخرج تبكي عليهم في الفيديوهات صافي لا كيقولوا هاد السيد شوف 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 حنا خديجة راه ما عاد كذبش علينا حنا خديجة طورينو قالت الحقيقه وحنا اللي سمعناها من عندها راه كاينه حقيقيه حنا هذيك السيدة ما يمكنش عاد تكذب ما يمكنش عاد دير الخير وتكذب عليه كلشي غيمشي ليها فهمتي ما يمكنش
ما يمكنش خديجة دير مثلا الخير مع الناس وتكذب، وداك الكذوب مثلا هي عارفة كيما كدير الخير، عارفة شنو هو الكذوب وشنو هو مثلا الشر وشنو هو اللي مع مولاها، ماشي مع العبد، مع مولاها الله سبحانه وتعالى. ياك دابا هذا هو خيرها، هاد السيدة اللي كبرت بكم وحسبتكم بحال العائلة ديالها، وحسبتكم ما سميتو صراحة ديالها حسبتكم بحال ماشي بحال العائلة، فايت العائلة اللي هي فهمتوا، كبرت بكم وعلى الاخر كتضربوا فيها، كنا كتضربوا فيها بعدا في الفيديوهات، راه كنا كتضربوا فيها في الفيديوهات راه نقولوا بعدا ماشي مشكل. واش نتوما مثلا كتخرجوا وكتضربوا من وراها في ظهرها وكتخرجوا في الفيديوهات وكتقولوا خديجة ختنا، خديجة حبيبتنا، خديجة منى ختنا بنتنا، شنو هو هادشي؟ دابا هذا واش ماشي نفاق؟ وهادشي اللي عيخرطكم الله عليا، هاد السيدة هادي، هاد السيدة، هاد السيدة اللي دارت لنا هاد المشكل، هاد السيدة هادي، راه هادشي اللي كتقول اللي كدير فيه، واي والله ما نسميك، اقسم بالله ما يحصل لي الشرف نسميك، سميتك في الأول، سميتك في الأول، فهمتي؟ كان صحابك نيت حديدية، ولكن لا 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 لا، ما يحصلش لي اقسم بالله ما يحصل لي الشرف نسميك، هلا يقسم لك يمينا ما يحصل لي الشرف نسميك، وانا شاهد علي الله ويحاسبني على الكلمات هادو، على هاد الحلوف اللي كنحلف غيحاسبني الله، راه الا ما كانش حقيقي يحاسبني الله سبحانه وتعالى، فهمتيني؟ حيت حنا ما يمكنش، واش دخلنا عليكم بالله؟ واي هاي 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 ها صاحبي، ها صاحبي، شوف 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 شوف، واش واحد الانسان ولا انسان مزيان؟ حنا لا كنعرفوه مزيان ولا كنعرفوها مزيانه، علاش حنا كنضربوا في ظهرها؟ علاش ما بغيتيش ما بغيتيش انت ما بغيتيش خديجه بعد منا، انت ما بغيتيش خديجه بعدي منا، صافي هذه الحقيقه، بعدي منا، يلا حيديها كاع، سي بريميام من الواتساب، سي بريميام من كل شيء، صافي حيديها بعدي منا. علاش كتضرب انت في ظهرها مثلا؟ شكون كاع انت كاع؟ هيا كنتي بلا من جبت شي حاجه اللي ما كايناش، بلا ما جبت شي حاجه اللي ما كايناش، ها مول نامش اللي كنتي فيه بلا ما جبت شي حاجه اللي ما كايناش، ولا نسميك خرجي في الفيديوهات هادي، خرجي فهمتي، خرجي وطاكيني، خرجي وطاكيني في الفيديوهات، انا ما قلت والو، انا ما قلت والو، ياك ما تحابين نسبك، ها خرجي وطاكيني في الفيديوهات، تاخذ القاصح ني دير بصح، حيت انت اللي علاقه، باش نجيك من الاخر، راه ديك النهار ملي قلت لك ها كاين 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 عيطتي ليا قلت لي لا وعلاش هادي وعلاش هاديك وعلاش ايه تستاهل مالك، نشكر خديجة ونشكر كاع اللي دار معايا المزيان، يستاهل كاع اللي دار معايا شي حاجه مزيانه نشكرو، انا ما كنطلبش، ياك ما تسحابين انا كنطلب شي واحد ولا نجي مثلا نطلبك ولا الا شتينا انا جيت، ياك ما بغيتيني انا نطلبك ولا بغيتيني ندير لك الحوايج، بغيتيني ندير لك الحوايج ولا بغيتيني ندير لك الحلوى ولا بغيتيني ندير لك تماك يا فهمتي، ونضرب الكروميطات من نخرج من المدينه نضرب الكروميطات باش نجي عندك، فهمتي؟ باش نجي عندك باش 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 انت دعميني، شكون كاع انت؟ اش عندك في القناه؟ اش قناتك لا علاقه، اش فين هي المشاهده؟ حنا انا كيما قلت لك الكلمه الاولى ديك النهار، قلت لك ديك النهار قلت لك في الفيديو، قلت لك عن اقسم بالله عن بقى تابعك تيولي يضرب لك الفيديو ويضرب لك 1000 مشاهده في سيمانه، سيمانه عاد يضرب لك فيديو 1000 مشاهده، انا باقي معاك الايام طويله والسوايع بالدالة، انا باقي معاك، علاش ما عندكش الشخصيه وما عندكش فهمت الانسانيه مع الناس، فهمتي فهمتيني، وغاديه بواحد الطريق اللي خايبه، باش نجيك من الاخر فهمتيني، باش نجيك من الاخر، انا الحقيقه والله ما نزقلك، انا بقى تابعك، انا ما نسبك فهمتي، ما نقيسك بشي حاجه اللي عدرك، انا نقيسك انا بالقاصح اللي عندخل لك كلمات اللي كاينين عاد سمعيهم، سمعيهم كلمات اللي كاينين عاد سمعيهم، باش نجيك من الاخر، خديجه بعدو منا، اقسم بالله هذيك السيده هذيك السيده شي خديجه شريفه عليكم، شريفه 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 عليكم، اقسم بالله وصلتو هذيك فهمتي، وانا جايكم بواحد الفيديو الاخر اخوتي، شوف شوف هذه اللي جاي دخلتي جيد عمل واحد ابوني، ها فيديو الاخر جاي، فيديو الاخر جاي على جاي على خديجه والحاج، خديجه اللي مشات على الحاج لفرنسا، وباش نعرفوا هاد الحاج شكون هو، انا غنقول لكم شكون هاد الحاج وشكون هو وشنو كيملك وغنعاود لكم كلشي، المهم الحقيقه خديجه بعدو منا ما توصلواش الا بخيرها ولا بالميزان الحسنات، فهمتيني؟
بالميزان الحسنات باش نجيك من الاخر ماديا ومعنويا وميزان الحسنات ما توصلواش ولا لو وصلتوا باش نجيك من الاخر فهمتي خديجة بعد منه جاي الحقيقة جاي الحقيقة في الدقيقة هي جاية ان شاء الله سيم بالله فهمتي ولا يتعاد تفرشوا بالله على الحقيقة ديالكم باش نجيك من الاخر خوتي الفيديو عاي طوال علينا عندي ما نقول بزاف الفيديو عاي طوال علينا فهمتي فهمتيني خديجة بعدو منا ولا لو وصلتوا هذيك السيدة الشريفة فهمتيني تباك تقول لي حق معوقة حق مسودية خوتي يلا لا عونكم لا عونكم.